احنا في الشباب اذا فكبير الجسم هو التناول الطبيعي 100% طبيعي 100% فوائد صفر بقايا. جيت نتكلموا على واحد النقطه مهمه بزاف استاذ. كاين كثير من الناس اللي كنشوفوا ان السمنه هي آفة، السمنة هي اللي كتدي بزاف ديال الأمراض، فبزاف الناس كيبغيو ياخذوا وصفة طبيعية اللي كتنقص من الوزن ديالهم كذلك. شنو اليوم الهدايا ديالك خاصة النساء اللي كيبغيو أنهم ينقصوا بالوزن باش هكا كيحميوا الركيبات ديالهم، كنحميوا كذلك القلب ديالنا، كنحميوا الذات ديالنا ككل، شنو هي الوصفة اللي تقدر تهديهم؟ شوف في نظركم مشكلة السمنة خمسة الزوايا. نعم. اولا الحموضه في الجسم، وافضل ما كاين فطرد حموضه الجسم ثلاثه المواد محوريه. نعم. الماء المغلى ما فيه لا بروتينات لا دهنيات. ايوه الوغ مي تنغليوه تنطلعوا له لا بازيسيتي ديالو. نعم. فقدره على ذوبان الدهون خارقه جدا. عندي ناس اللي من بعد 3 سمان حيدوا كريشه. نعم. ولكن غلاو الماء. الماء المغلى. الماء المغلى. سخونه ولا حتى يشربوه دافي. مع ذاك 40 45 درجه. دافي ولا حتى يبرد غير يكون دافي. مغلى. لا لا يكون دافي. يتغلى بحال نطيبوا الشاي. نعم. ونشربوه دافي. حيت انا سمعت يعني كاينين الناس اللي كياخذوه على الريق الصباح ولكن ماشي سخون بزاف، يعني السخونيه اللي غيتحملها ينقص من الوزن كيحيد 40 درجه 45 درجه لا باس، ولكن على الريق ممنوع. استاذ سمح لي على الريق ممنوع تضعف القلب والعينين. نعم. خلينا نقولوها وكل الناس ما تنتبهوش لهذه الملاحظه. هو كياخذوا على الريق علاش؟ اولا يلا الانسان كينوض باش قبل ما كيفطر كياخذ الماء اللي كيكون دافي اولا المغلى، على اساس انه كيحبس له واحد الشهيه واحد شويه، كيف كنقولوا حنا كنبلوكيو المعده ديالنا، لان سواء خديتي غير الماء غير العادي يعني ماشي تدافي فريمون جوج الكيسان اولا ثلاثه اولا حتى اربعه الكيسان كيبلوكي لك، ما كيخليكش انك تفطر اولا تزيد. هذه ربما هي الغايه. ولكن الوقت خطا. نعم. الوقت خطا. أن ناخذ قبل الغداء بواحد الساعه باش ما ناكلش بزاف. نعم. او ناخذ مع 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 العصر بعد العصر، او ناخذ من نجي نعس في الصباح. لا على الريق لا، على الريق ممنوع. نعم. الا مع العسل. فوالا دونك ما نديروش اخطاء. نجوا عندي ضعف لهم العينين، كاين اللي خداه ثلاث سنين، كاين اللي خداه اكثر من ثلاث سنين، خمس سنين. نعم. ست سنين، ضعف له العينين ضعف له القلب. نعم. حتى التركيز تيضعف ديال الدماغ، دونك التركيز تيضعف، اذا شي كله اخطاء. ونبهنا وبهنا كثير، ولكن الناس مع الاسف حين كيداولوا الكلام بلا بلا, بلا بلا تركيز. اذا واحد اذا نبقاو في هذه النقطه عفاك ديال الماء اللي كيكون مغلى. كاين بزاف الناس اللي كياخذوا الماء مغلى بوحديته يعني على الريق، كاين اللي كياخذوا مع الخلد التفاح على الريق، كاين اللي كياخذوا مع عصير الحامض على الريق، كاين اللي كياخذوا مع سكنجبير على الريق. هادو واش كلهم فعلا كيمشوا اننا تيضعفوا كذا وكذا، اولا فقط ملي كناخذوا الماء المغلى بوحديته؟ بوحديته هو المشكل. نعم. اما ملي تاخذوا مع الحامض او سكينجبير او مع خل التفاح. نعم. فهو تينزل المواد اللي كاينه في الجسم اللي الجسم ممكن باغي يتقوى بها شويه. نعم. اول شيء احنا محتاجينه في الصباح الباكر هو الامتصاص والتقويه. اش من تقويه عطيناه؟ نعم. ثانيا حنا ملي تناخذوه مثلا على الريق وبغينا انه بغينا نستافدو جسم تيقلب على ما ياكل، 70% ديال الفوائد ديال الماده اللي تناكلو في الصباح الباكر تنستافدو منها حتى 70%، اش من الفائده غنستافدو بالماء؟ نعم. غادي نقيو حنا التنقيه عندنا، التنقيه عندنا من بعد العصر حنا. نعم. القاعده هو من بعد العصر، امعى ما بغيش تخدم دير الاضراب. قلت انا بغيت نرتاح، انا بغيت نعاود نشوف جسمي اش كاين فيه، اعاده نظر، اعاده ترتيب الاوراق. نعم. كاين شي اخطاء في البنكرياس، اذا حنا خصنا اولا ننقيو جسمنا من بعد العصر، من بعد الفجر ناكلوا ماكله اللي نتقواوا بها. نعم. وهنا جسمنا تينادي وحنا اش نقولوا له؟ لا نقي نقي ماشي دابا. استاذ غنتوقفوا عند هذه. نعم. النقطه هذه اللي هي مهمه، لان الفطور الصباح هو الوجبه الرئيسيه اللي كنبداو بها اليوم ديالنا. مازال غنشوفوا الاشياء الاخرى باش نجاوبوا دائما على جواب. علما ان الدراسات الى غليتي كاس الماء او جوج او ثلاثه وشربتيهم في الحين المحموضه ما تتبقاش، حتى اللي عنده التخمه اللي عنده الاسهال اللي عنده التخمه في جسمه وعنده الامعاء عيانه اسهال او امساك ما شاء الله الماء مغلي تينقي. انا شربته البارح شويه سخون صراحه جوعني من بعد ربع ساعه. والجميل هو انه منشط هرموني، يعني حتى الناس اللي عندهم الضعف الجنسي ياخذوه قبل، فهو تيرفع الحواجز الهرمونيه والحواجز العصبيه فتيريح وتيخلي الجسم مرتاح. هذا اولا. ثاني المغلى الشاي، تنغليو شويه الماء مرقه الشاي إما فمنا وتنشربوا عليه الماء، وإما تنحركوا تنشحروها في الشاي وتنصفيوه وتنشربوا بدون سكر، لأن الشاي مغلى الشاي بدون سكر تحيد الحموضة، ومغلى الشاي بالسكر هو اللي تيبني الحموضة وتزيد في الحموضة وتتعب الأمعاء وتتعب البنكرياس وتسبب لنا السكري. عقلوا جوج، هالماء مغلي
يترو في النهار حتى جوج يترو يدير ربع ساعه في الحين ديال المشكل، نعاودو نص ساعه من بعد. والا نستعملوا مغلى الشاي، كاين المغلى ديال قشور الرمان عباد الله، مغلى الشيح، مغلى الزعتر، غير حنا تنقلبوا على اللي موجود في الدار. وكثير الناس تيسافروا اصفار ولكن تيوحلوا في امراض بحال الاسهال، بحال التعفنات، بحال حساسيه نظرا للاجواء الغريبه اللي مغيره عليهم، وما تيعرفوش يتصرفوا. ولكن عندنا واحد الماده الا ما كانتش يمكنناش نكونوا في الحياه، اللي هي الماء. ولكن طريقه الاستعمال الناس ما تعرفوش يستعملوها. مثلا كاينين الناس ياخذوا الماء مع الاكل تيديروا غازات، او تياخذوا الماء من بعد الاكل تيديروا مشاكل اللي هو انتفاخه البطن مثلا وسوء الهضم. حنا بغينا نعطيكم الماء تنغليوه غلي بحال نطيبوا الشاي وتنشربوه ملي تنوحلوا مثلا في الحالات التاليه. اولا تيكون حموضه المعده، شربوا في الحين كاس الاول نص ساعه، كاس الثاني نص ساعه، كاس الثالث ورابع. هاد الحساسيه الحموضه في المعده استطعنا نضبطوها عن طريق هذا الاسلوب اللي هو متميز حتى في حاله الاسهال استعجالا بنفس الاسلوب. علاش ما ناخذوش ايترو كل نص ساعه؟ ناخذوا ايترو ثلاث الى اربع مرات في اليوم. عندي سيده زوجها لطبيب عيطات لي بالليل ممكن 8 8 ونص ديال الليل، وقالت لي استعجالا عندها مشاكل صحيه وعياءات وحساسيه. عطيتها الماء المغلي ايترو نص ساعه، لتر الثاني ثم لتر الثالث. الصباح عيطات لي قالت لي سي العلوي الحمد لله مشكل ما بقاش. قلت ما تقولها لي، تقول لها راجل خلي طبيب يتعلم يعطيها للناس باش يحيدوا من الحساسيه والعياءات، وهكذا يمكن ان نتخلصوا من كثير من المشاكل. لقينا هذا الماء المغلي، الماء المغلي تنعتبره كل ما عندنا حساسيه، عندنا حموضه، انتفاخات البطن، عندنا مشاكل صحيه معينه، يمكن نستعمل المواد اللي هي منقيه اساسا. والغريب في الامر الماء المغلي منقي واحد، ثانيا انه ما فيش مواد اللي هي مؤثره بحال الاعشاب ولا خضار ولا زيوت ولا عسل، وهكذا تيبقى محايد. ولا نوتراليتي ديالو تيخلي عن انهم يتجسسوا في الجسم، تيجمع الوسخ كله وتيلوحوا بدليل. تشوفوا البول ديالكم من بعد هذه العمليه هذه شرف الله قدر السامعين تيكون موسخ وتيكون خانز في الثلاث ايام الاولى ممكن الاسبوع الاول. وهكذا استطعنا في كثير من الحالات ديال الحساسيه الجلديه، حساسيه ديال الربو، حساسيه ديال كثير من الامراض، يمكن عن طريق الماء المغلى نتغلبوا عليها. عندي ناس في اوروبا حاليا، من سيده في بلجيكا تم ثلاث سنوات الفحوص وما عرفوش اش عندها، وبقات تشتكي وراجلها ضاق به الحال. على كل حال ملي تسنتوا من لي فيديو الحمد لله نشرنا منا هذا الفيديو اللي خصكم تعتنيوا بها وتنشروا بعدكم البعض، لقينا ان هذا الماء المغلي استطعنا عن طريقه تخلصوا باقل من ثلاث ايام من خلصنا هذه السيده من هذه العياءات. للفحوص الطبيه ما بينات والو، ولكن العياء كاين. بخدات الماء المغلي من جهه وزيت الزيتون مع الثوم مرقد من جهه ثانيه، استطعنا على انه نحققوا الانتصار المتميز. ملي تحسوا اسهال، تحسوا بلي كونستيباسيون، اذا سيت ريغولاتور ديال لو ترانزيت، ملي تحسوا بحساسيه الجلد، الربو، تحسوا بكل تعفنات الجسم حتى الحساسيه الحكه وليزورتيكار، خذوا الماء المغلى اساسا بدايه قبل اي شيء استعجالا. ثم وضعوا قاعده عمل وانكم تكون عندكم المده العلاجيه طويله، ممكن ثلاث اسابيع، ممكن ثلاث اشهر، ممكن اكثر حسب المشكل الصحي، تعلموا تاخذوا جوج كيسان كبار ديال الماء المغلي قبل الاكل، خمسه دقائق ممكن 10 دقائق. الماء المغلي حققت به الشيء اللي ما عمري ما حققته عن طريق الادويه اللي كورتيزون بالخصوص. كان عنده ضيق التنفس، قال لي الان وليت الخوي صدري من العفن من الوسخ ومن التعفن، وهكذا وليت حر، جهاز تنفسي متميز، تنتنفس بشكل صحيح. والطبيب قال لي يا عباد الله اش هذا الماء المغلي وكيف هذا النجاح؟ هنا الناس تلقائيا فرحا بالطبيعي انه تنجحوا. قال لك اولا غير مكلف، ثانيا تنعرفوا شكون هو ونختاروا من الماء اللي بغينا، ناخذوا معدنين، ناخذوا النوعيه اللي بغينا وتنغليوه بالطريقه حتى بحال اللي تنطيبوا الشاي وتنشربوه بالقدر المطلوب. ديما ما ناخذوش على الريق، ناخذوا ديما بعد الافطار بساعتين، وعند الاستعجال هو اللي سيحكم، ناخذوا بالكميه اللي تكلمنا، كاس جوج كيسان كل نص ساعه ثلاثه خمس مرات في اليوم، ممكن ايترو ثلاث ليترو، كل ايترو بيناتهم نص ساعه، وهكذا تنحدثوا
العلاج. كذلك في طنطان رجل عنده فوق الستينات تم 7 سنوات هذه الشهاده ديالو، تيقول انه الجهاز الهضمي معفن ومكرفصوا ادويه ما نجحناش، تنخلصوا اموال وفحوص ولكن لا علاج. ملي خدا الماء مغلي اقل من 3 اسابيع قال لي العفن اللي كان في الامعاء مشى، وليت حر من العياء تاع الجهاز الهضمي، وهكذا الناس تلقاو راحتهم بشكل صحيح. اذا الماء المغلي حاليا احنا مقتنعين على انه خلال النجاحات اللي تحققت تخلصنا من كثير من الامراض القبيحه منها السرطانات. اذا تصوروا كيف ممكن انه تخلصوا من الكوليسترول بطريقه بسيطه، من السكري، من الحساسيه، من ضيق التنفس، تعفنات الجهاز البولي، تعفنات الجهاز التناسلي، تعفنات الجهاز التنفسي، وهكذا يمكننا نحرروا جسمنا من تعامل العفان. ثانيا تناخذوا الماء المغلي، تناخذوه بصيرته منقي وحيد. هذا الماء المغلى مي تناخذوه ما نحضرش بالنهار، تناخذوش على الريق، على الريق تناخذوا زيت الزيتون. الماء المغلى تناخذوا مع 11 لتر ونصف مغلى، وتنشربوه من بعد تنشربوا من بعد الماكله بساعتين، الى تغدينا او فطرنا مع الثمانيه تاخذوا مع 11 ونص، وساعة ونص عاد تنبغينا نتغداو، وتاخذوا مع 5 د العشيه، اذا تكونوا تغدينا بواحد 3 ساعات 4 ساعات، وقبل العشاء قبل اي اكل من بعد ساعتين. فالماء المغلي يترونس مع 11، يترونس مع 5 د العشيه. كل الناس اللي خداوه قال لك على انه جسمنا نقى، الاكسجيناسيون كاينه، الحيويه كاينه، والجسم كله استطاع على انه ينشط نشاط.